فهذا شنو هذا؟ انترنال ثراسك شنو؟ انترنال ثراسك فين؟ ولا ترى لي منه؟ انترنال ثراسك شو يسمي؟ انترنال ثراسك ارتري من هنا يصير النيرف؟ لا 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 هذا مو انتركوستر لا احنا فرق ذاك الانتركوستر فيزلز اند نيرف نجي هسه شنو عندنا بعد عندنا خراج الجريد فيزل هذا شنو هسه على موتكم انا السندنج ارتري هذا ارتش هذا بريك سيمباتيك ارتري ليفت كومون كاراتي وليفت سبكيفن ارتري هذا شنو بريك سيمباتيك فين هذا شنو بالمناري فرانك هاي الأوركل ليفت اند رايت أوركل هذا انتيرير والسيركنفلكس هذا فوق جاي من هناك هذا الرايت كورونري ارتري يعطيني هذا مارجنال برانش زين دكتور والليفت هنا الليفت كورونري مو واضح جوا الأوركل هذا ليفت وهذا سيركنفلكس يعني شلون امينز لا 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 الأوريجن ما واضح الأوريجن مال ليفت كورونري ارتري ما واضح يجي تكون جوا الأوركل لا قصدي يعني هسه اذا جابوا الاسبوت هنا هذا اسبوت على هذا انتيرير انترفيتريكولا على ذاك سيركمفلكس بس بهاي بس يصير هذا سيركمفلكس هناك كلش واضح السيركمفلكس يعني ذاك هناك كلش واضح السيركمفلكس انترفيتريكولا كلش واضح الرايت كورونر ارتري كلش واضح حتى انا الرايت كورونر ارتري واضح عادي فروه يعني انتيرير الامتحان العملي فرونا اياه اي انتيرير عادي فروه يجيبون اسبوت طبعا اكيد زين هذا شنو هذا البريكارديوم هذا شنو اسمه تندن سنترال تندن اوف الدايفرام وهذا الليف دم اوف الدايفرام نجي نكمل بقيه الجلد هذا شنو هذا بوستيرير اورتيكال ارتري هذا الكورونري ساينس هذا شنو هذا بالمناري فرانك هذا شنو هذا هاي شنو؟ كنا قبل شوية برونكس واضح؟ زين نجي من بعد نجي للإيزوفيغس وتراكيا هاي شنو هاي؟ تراكيا وين جاه الإيزوفيغس هذا؟ شوفوا هذا الإيزوفيغس وقدامه شنو؟ قدامه التراكيا فإذا اللي قدام التراكيا واللي وراها شنو؟ الإيزوفيغس واضح؟ هذا شنو؟ فينا اللي عرفه هذا كيرا بينك كيرا بينك كلش تمام فين اللي عرفه أكو opening جديد اللي قلناها central tendon of diaphragm central tendon وال left limb of the diaphragm والرايت صح لا زين وأكو هنا وراجعنا الجريد فيزلز طبعا صح لا وهنا اشخذنا خذنا الانترنال فراسك فيزلز فين ميدل فين اكو هنا اوبننج هذه اوبننج فور ايزوفيغس شوفوها جوا كلكم شوفوا هذه اوبننج فور ايزوفيغس اوبننج فور ايزوفيغس واضح هي جسد طبعا هاي مقسوم قسمين طبعا ف يعني اكو شغلات موجوده بالرايت سايد اكو شغلات موجوده بالليفت سايد دوخ شوي هذا عندي سالفه ثانيه اكو احد عنده سؤال على هالجثه؟ واضحه تمام؟ ان شاء الله بريد فيزلز والشغلات الجديده اللي قلناها بانكاس زين